كنا كنعرفوا باللي المافيا الايطاليه لا كامورا من اصعب المافيات اللي دازوا في التاريخ، وكنا كنعرفوا ان المافيا الامريكيه وكاين المافيا الكولومبيه وكاين المافيا اليابانيه وكاين حتى المافيا البولونيه، ولكن بزاف فينا اللي ما كيعرفش باللي كاينه مافيا مغربيه وهي من اخطر المافيات اللي دازوا في تاريخ اوروبا وحتى في تاريخ المغرب. لابد للدوله من ان تضع حدا، وبالذات لان المتعة عليه لديه العديد من الداعمين والخوف من تاثير هؤلاء حتى من داخل السجن كبير. اصبحت محاكمه مافيا موكرو ممكنة بفضل اختراق المحققين لوسائل تواصلها. موكرو مافيا عندهم مبدأ واحد، اللي غدر يموت. مرحبا بكم في القصة ديال موكرو مافيا. في 1960 بداية ديال الهجرة ديال المواطنين المغاربة لأوروبا، والأغلبية فيهم هاجر باش يغير الجانب الاقتصادي ديالهم والجانب الاجتماعي، بكون أن ديك الوقيتة كانت أوروبا كتديفلوبا بواحد الطريقة سريعة. هنا المواطنين المغاربة ولا فين مشى؟ هل اللي مشى لفرنسا؟ هل اللي مشى لألمانيا؟ والناس ديال الشمال هل اللي مشى لإسبانيا؟ هل اللي مشى لبلجيكا؟ وهل اللي مشى لهولندا؟ ودوك الناس اللي عايشين في بلجيكا وفي هولندا ولدوا وليداتهم بحكم أنهم خصهم يتعايشوا مع المجتمع الهولندي والبلجيكي، ولكن الإشكال هو أن المجتمع الهولندي ماشي بحال المجتمع الإسباني والمجتمع الإيطالي، حكم أنهم اجتماعيين وكيضحكوا وكيتعايشوا دغيا دغيا مع الأجانب. الهولنديين والبلجيكيين لا، خصك مدة باش تعايش. المغاربة اللي ساكنين تما ولدوا وليداتهم وكبروهم، وكبروا بالثقافة المغربية الإسلامية، وفي نفس الوقت هما كيمشيو للمدرسة كيلقاو تناقض ديال المجتمع الهولندي بحكم أنه ماشي سوسيال، وزيد عليها انها العنصريه، والعنصريه غادي تسبب بزاف ديال الطبقيات في هولندا، وهنا ولاو كيتصاوبوا طبقات حتى في المغاربه. الطبقه الاولى هما دوك الناس اللي ربوا وليداتهم وقراوهم وسهروا عليهم، ورغم العنصريه عرفوا كيفاش انتغريوهم مع المجتمع الهولندي، وهما اللي شدوا بوستات كبار، منهم ناس خدامين في البلديه ومنهم ناس شادين شركات كبار في هولندا. والطبقه الثانيه هما اللي دخلوا وليداتهم للرياضات بحال الكيك بوكسين وبحال الكره القدم، ولا معروفين وليداتهم بحكم انهم دخلوهم الاكاديميات كبار بحال بدر هاري وجمال بن صديق وزياش وبزاف ديال اللاعبيه اللي لعبوا مع هولندا وبزاف ديال اللاعبيه اللي لعبوا مع المغرب. هادو من الاكاديميات اللي تخرجوا في هولندا وفي بلجيكا. اجيو دابا للطبقه الثالثه، هي اللي ما عرفاتش كيفاش تتعامل مع التغيير ديال المجتمع ديالها، مشاو لواحد المجتمع وما عرفوش يتاقلموا، ما عرفوش كيفاش يربيو وليداتهم، بحكم انك جيتي لواحد البلاد ماشي ديال المسلمين وجيتي لواحد البلاد فيها العنصريه وزيد عليها انك جيتي دايخ. وهنا دوك الوليدات مساكن دخلوا للقرايه ولكن ما تانتغراوش مع المجتمع الهولندي والبلجيكي، ولا صراع كبير في بلجيكا وفي هولندا مع دوك الدراري اللي ما باغين يقراو ما باغين يخدموا ما والو، ولكن الجانب النفسي ديالو ما عارفينش، هما ان دوك الناس ما عرفوش انتغريوهم مع المجتمع الهولندي بحكم العنصريه واللغه والدين. وهنا الدراري ولاو تيخرجوا للزنقه وتيغريسيو. في ديك الوقيته ما كانش الكريساج بالموس ولا بالفردي، لا، كان الكريساج كيجي يوقف على البنت وكينتر لها السنسله ولا كيوقف على الدري كيدي له الفلوس، المهم كان الكريساج، وكيشدوهم البوليس وكيديوهم للحبس. بمعنى ولا مجتمع جديد داخل علينا اللي هو المجتمع المغربي والاغلبيه فيه ولا تيغريسي. هنا البوليس ولاو تيقولوا مروكو، مروكو هو اللي كيغريسي، ولاو البوليس كيعرفوا حتى المغاربه انهم ولاو تيغريسيو. هنا الاقليه المغربيه اللي كانوا كيغريسيو ولاو كيتعاشوا مع مجتمعات جداد داخلة على هولندا. اجي نعرفوا شكون هاد المجتمعات. كاين سكان ديال جزيرة الانتيل اللي هي مستعمرة هولندية وكان كريستوف كولومبوس هو اللي اكتشفها. التراث في حد ذاته يحمل تفسيرا للماضي، هناك معطيات تمكننا من فهم من نحن، اي شعب نحن. هنا بحكم ان الهولنديين كانوا كيستافدوا من الخيرات ديال الجزيره، كانت الجزيره فقيره، والاغلبيه ديال المواطنين ديال الانتيل ولاو كيهاجروا لهولندا حتى هما بحكم ان الفقر اللي عندهم في الجزيره ديالهم كلهم بغاو يهاجروا لهولندا، والاغلبيه وصل لهولندا، وحتى هما ولاو تيحسوا براسهم ناس غير مرغوب بهم في وسط هولندا حكم العنصريه. والمجتمع الثاني هو اللي جا من جمهوريه سورينام، وبحكم حتى هي كانت مستعمره هولنديه. الى لاحظتوا دوك الناس اللي كيكونوا ذو البشره السوداء وكيلعبوا مع المنتخب الهولندي بحال دافيس وبحال كلوفيرت وبزاف ديال اللاعبيه اللي لعبوا مع المنتخب الهولندا كينتميو لهاد الجمهوريه، وزيد عليها حتى المجتمع البولوني وزيد عليها حتى المجتمع الروسي بالفصائل ديالو الشيشان وارذبيجان، المهم كلهم تكبوا هولندا، وهادو هما اللي قدو يتعايشوا معاهم المغاربه حكم ان المغاربه اقليه حتى هما اقليه. وهنا هاد المجتمعات المنبوده ولاو كيتعايشوا مع المغاربه ولاو كيديروا عصابات صغار. شنو كيديروا؟
كيجريسيو وكيدابزو مع فصيل هولندي. Zeker concrete tips opgeleverd, die zijn we nog aan het onderzoeken, maar we kunnen natuurlijk nog meer informatie gebruiken, dus ook nogmaals de vraag, misschien dat er mensen zijn die deze man herkennen aan zijn kleding. Hij droeg dus een gewat. وهنا المغاربة ولاو كيمشيو لي بواط وكيتعرفوا على الدريات ولاو كيخرجوا من الغشاء ديالهم ديال مواطن مغربي ولا كيتعايش صحه مع المجتمع الهولندي. وهنا ولاو كيتعلموا بزاف ديال الطرق منهم بيع المخدرات ولاو المغاربه كيبيعوا الكوكا. وهنا كانوا كيخدموا عند اكبر العصابات اللي كاينين ديك الساعه في هولندا ولاو كيمشيو للمرسى كيتعلموا كيفاش يخرجوا الكوكا من تما. تعلقوا بشحنه كوكايين. يا تبي بوتن يا دي هابس نيو اوك دي هابا فا 2 اوكي بلايف جاي هي ستان اوندر كنترول اوكي ثانكس. ساعي مخدرات يظهر للتو في المرفأ ومعه كوكايين. المباحث موجودة هذه المرة في الوقت المناسب لضبطه. ولات عندهم واحد العلاقة كبيرة بالخدامة اللي كاينين في المرسى وزيد عليها حتى الديوانيين بحكم انهم كانوا وسطاء كيخرجوا السلعة من الديوانة ديال بلجيكا ولا ديال هولندا وكيديوها عند العصابة. هذا الرجل كان يشارك في تهريب الكوكايين لسنوات طويلة لكنه توقف عن ذلك وهو يعرف أن الرشاوة ليست وسيلة العصابات الوحيدة. يمارس الضغط من أجل الدفع بالضعفاء لمساعدة العصابات. التهديدات تأتي مبطنة وليست مباشرة، كأن تسمع تعرفت على صديقتك، يا لها من امرأة جميلة، أو لديك طفل جميل، أو أم أو أب. وهنا ولاو يدبروا على الفلوس بزاف ودخلوا تاهما للسوق بطريقه غير مباشره بحكم انهم كانت عندهم علاقات بالناس اللي كاينين في كتامه، وبحكم انهم معروفين في كتامه كانوا تاهما كيدخلوا السلعه ديالهم لهولندا وكيبيعوها. وهنا ولا واحد الفاصيل من الاقليه ديال المغاربه ولا كيتغنى ولا كيدير الفلوس. وهنا ولاو كيلعبوا كبير تاهم وكيهزوا السلعه كيبيعوها اما في هولندا اما في فرنسا اما في بلجيكا وكيزيدوا غينا على غينا. وهنا البوليس ديال هولندا وديال بلجيكا ولاو كيحسوا ان جيل جديد ديال العصابات ولا كيتخلق لهم في وسط هولندا اللي هما المغاربه. وهنا مره كيشدوا شي واحد تيقول لهم انا مغربي، ولاو البوليس يقولوا للاعلام ان كاينه عصابه مغربيه هي اللي كتبيع المخدرات. وهنا البوليس ولاو تيقولوا للصحافه ان كاينه عصابه مغربيه، بمعنى ان ناس جداد دخلوا السوق حتى هما كيبيعوا الحشيش، وبحكم ان دوك الاقليه عندهم تجربه كبيره في الحشيش ولاو كيستغلوها في الكوكا، ولاو كيديروا علاقات في كولومبيا، ولاو كيدخلوا السلعه وفي نفس الوقت كيرشيو الخدامين اللي خدامين في المرسى والديوانيين والناس اللي كيهزوا ديك لو كونتونير. توزع جلها في هولندا حيث تستقر العصابات، وفي الميناء ثم من يشارك في التهريب. يمكن لسائق رافعة أن يجني 100,000 يورو إن أنزل حاوية في المكان المطلوب، ويحصل عامل ميناء عادي على 20,000 يورو إن غض الطرف للحظة. هما كيدبروا عليهم وفي نفس الوقت ولاو كيبنيو واحد العلاقات كبيرة في وسط هولندا، ولاو كيتقووا والفلوس ديالهم كيانفيستيوهم في الكوكا، ولاو عبارة عن منظمة مقادة مريقلة. حتى لواحد النهاريات واحد الصحفي حكر عليهم مزيان، حكر على المغاربة بحكم انهم هما اللي كيدخلوا المخدرات وهما اللي كيديروا وهما اللي ملوثين المجتمع الهولندي والبلجيكي. المهم عطاهم القاصح مزيان وهما يشتوه واغتالوا. وهنا درت بوم في هولندا كامله التي من ان تضع حدا، وبالذات لان المتعة عليه لديه العديد من الداعمين، والخوف من تاثير هؤلاء حتى من داخل السجن كبير. أصبحت محاكمة مافيا موكرو ممكنة بفضل اختراق المحققين لوسائل تواصلها. وهنا الصحافة الهولندية خرجت أول مرة مصطلح ديال عصابة اللي هو موكرو مافيا، بمعنى أن المغاربة عندهم مافيا ديالهم ولا كيتشاع هذا المصطلح. أجي بعدا نعرفوا شكون هي المافيا. المافيا مصطلح أسسته الصحافة الإيطالية، وفي بداية 1883 كانت واحد المسرحية ديال واحد الناس كانوا في وسط الحبس وهربوا وأسسوا مافيا، والمسرحية سميتها لا مافيا. وهذا المصطلح ديال المافيا ولا كيتشهر مع المافيا الإيطالية لا كامورا، الرجل تيقولوا له مافيوزي والمرأة تيقولوا لها مافيوزا. وهنا ولا حتى في الأفلام الأمريكية وحتى كولومبيا ولا كيتروج مصطلح ديال
المافيا، والمافيا هو مجموعه ديال واحد الناس كيأسوا واحد الفصيل كيكونوا اما ضد القانون وكيبيعوا المخدرات وكيروجوا في بنادم اي حاجه ضد القانون كيديروها، وهما دائما تيكون عندهم دي كود بيناتهم. اجي نرجعوا للموكرو مافيا. موكرو مافيا ولات عندها واحد القوه كبيره في وسط هولندا وفي بلجيكا وفي المانيا وفرنسا وحتى اسبانيا، بحكم انهم شراو الناس الكبار اللي كاينين في هولندا، وعندهم جوج حاجات: اما تشارك معنا في الفيلم ديالنا وتخرجنا داكشي اللي بغينا، اما غادي نغتالو بحال الطريقه ديال بابلو اسكوبار. كوبي كولي. غير هما كيزيدوا واحد الحاجه، هي انك الا غدرتيهم غادي يعذبوك. كما اننا كشفنا عن وجود سجن حقيقي وغرف تعذيب. هذه المداهمات حصلت في جنوب هولندا في صيف 2020. هذا مقر عصابة مافيا، وهنالك غيره الكثير. ألقى المحققون في هولندا وعموم أوروبا القبض على نحو 1000 مشتبه به، ووجدوا أسلحة ومخابئ تحت الأرض وغرفة معدة للتعذيب. موكرو مافيا ولا الصيد ديالها في العالم كامل، ولاو كيعرفوها لي مافيا ديال كولومبيا وحتى ديال إيطاليا، وهنا سيطروا على المرسى اللي كاينه في بلجيكا وفي هولندا، ولا كلشي اللي خدام تقريبا تما ولا خدام معهم بطريقه غير مباشره ولا بطريقه مباشره، بحكم انه كيتخلص ولاو يدخلوا الكوكا من كولومبيا، ولات عندهم علاقه كبيره مع بابلو اسكوبار، وهنا تو اوروبا كامله بالكوكا وداروا الفلوس. واللي حقد المجتمع الهولندي والبوليس الهولنديين على هاد موكرو مافيا هي انهم ما كيانفيستيوش فلوسهم في هولندا، بمعنى دوك الفلوس اللي كيصوروا في هولندا وفي بلجيكا وفي العالم كامل كيديوهم للمغرب كيديروا بهم مشاريع، وهذا الشيء اللي ما عجبش الحكومه الهولنديه ودايره معاها، بمعنى اوموا ديروا مشاريع. المشاريع اللي كيديروه هما لي بواط في وسط هولندا بحكم باش يروجوا السلعه ديالهم، وهنا ولا صراع كبير ما بين الحكومه الهولنديه وما بين موكرو مافيا. حتى لواحد النهار موكرو مافيا كانوا مدخلين واحد السلعه للمرسى، وهنا بحكم انهم عندهم علاقه كبيره مع الديوانه، داك الديواني الكبير قال بهم وقال لهم ان السلعه شدتها الشرطه الهولنديه، بمعنى ضربكم تران. وبحكم ان موكرو مافيا كانوا عندهم دي كود في السلعه ديالهم، الا تبعت السلعه ديالهم كيعرفوها راه ديالهم، وهنا داك الديواني اتفق مع واحد الهولنديين واحد المغاربه بحكم انهم يبيعوا هذيك السلعه، وهنا موكرو مافيا حسوا بالغدر ولقاو السلعه ديالهم في السوق كتباع، وبداو المرحله ديال الاغتيالات. تخيل معايا انهم كيشدوا ديوانيين وكيشدوا دراري خدامين في المرسى وكيعذبوهم في لي كونطونير ديال المرسى، بمعنى في خدمتهم تيعذبوهم، ولاو كيخلعوا المجتمع الهولندي، بمعنى ان اي واحد بيع بهم كيموت وكلشي دخلوا الصهد، ولاو كيحاربوا وكيتقاتلوا، ولا عندهم واحد الصيت انهم كيغتالوا. وهنا ولاو كيتصلوا بهم ناس اللي كيبغيو الاغتيالات، منهم دول بحال ايران كانت اتصلت بموكرو مافيا باش يغتالوا واحد المعارض، وداك الشيء اللي داروا عطاوهم الفلوس وغتالوا داك المعارض الايراني في وسط هولندا، ولاو اي واحد تيتكلم عليهم تيموت. حتى واحد صحفي معروف في هولندا بدا كيحقر عليهم وتيقول لهم هما اللي كيديروا هادي وكيديروا هادي وكيديروا هادي، وتقريبا الاغلبيه ديال الحاجات ما كيديروهاش، وسقالهم. هنا بداو محكرين عليه وخلاوه تخرج وقتلوه، وهنا بحكم ان الصحفي معروف في هولندا دارت بوم في هولندا. عند الساعه 7 مساء و28 دقيقه اطلقت 5 رصاصات، محاولة اغتيال تستهدف دفريس الصحفي الشهير المختص بالجريمة والذي يرعى شاهدا ملكا في أكبر محكمة في هولندا في واضح النهار وفي قلب المدينة. والبوليس دوبلوا الخدمه 4 مرات بحكم انهم تيقلبوا عليهم، وبداو كيقلبوا على اصحابنا، كاين اللي هربوا من هولندا كاين اللي ماتوا. المهم موكرو مافيا ما بقاش كتسير من هولندا، ولات كتسير من دبي بحكم الزعماء ديالها كاينين في دبي وكاينين في كولومبيا، وصنعوا واحد اللغه ديالهم بواحد البرمجه بحكم انهم كانوا خدامين معهم تقنيين كبار، وهنا الدوله الهولنديه ولات كتبغي تجسس عليهم، وبحكم انها ما عندهاش ديك اللغه ديال التجسس ولاو الهولنديين فاهمين والو، حطوا يديهم واتصلوا بميريكان، ومين اتصلوا بميريكان، ميريكان بحكم ان المخابرات ديالها مطوره بزاف، وجاو ميريكان واستعملوا واحد السيستم سميتو جي بي جي. هذا السيستم هو تدار لحل اي شفره، بمعنى الكلمات اللي هما ما مفهومينش كيحلهم، وعطاهم الهولندا ولاو كيتجسسوا وكيعرفوا صحابنا فين كاينين.
البرمجية PGP Pretty Good Privacy التي كان العالم السفلي يستخدمها للتواصل لفترة طويلة تم فك شفرتها، وبالتالي استطاعت السلطات أن تتابع التخطيط للقتل فوراً. وبدأوا يشدوا بواحد بواحد، منهم زعيم من الزعماء ديالهم اللي ديجا هضرت عليه غتلقاوه هنايا، كان في دبي، وزربوا عليه وشدوه وداوه، وبحكم أنهم شدوا أخطر واحد مطلوب في هولندا، وشي وحدين هربوا لكولومبيا، وشي وحدين هربوا لدبي، وشي وحدين مابقاوش كيبانوا، وحتى لهنا مازال كاينه موكرو مافيا. تهلاو في راسكم وحبكم. تشاو تشاو.